السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دورة الأردن راح نتعلم بهذا الدرس الفانكشن. طبعا راح نعمل مثال بسيط مثل ما تعلمنا بالدروس السابقة، بعدين بنطبق الفانكشن. أنا بعتبر أفضل طريقة للفهم هي تطبيق، لذلك بحب أقلل يعني يكون الحكي النظري قليل كتير، خير الكلام ما قل ودل. هختار مثلا من رقم واحد، خليها تكون output على سبيل المثال. بنسخ 4 منها على السريع اختصارا للوقت، 2 3 4، نعمل هون 2 3 4 بهذا الشكل. بعدين بعمل void loop بهذا الشكل، بعمل حلقة فور بسيطة، ممكن integer i تساوي 0، i أصغر من 5 على سبيل المثال، وحط هون increment مثل ما تعلمنا بدرس الحلقة 4 تماما. بعدين هون نكتب digital write بهذا الشكل، خلينا نقول 1 أو خلينا نقول i حتى يتكرر الأول بعدين الثاني بعدين الثالث وإلى آخره. بعدين delay بسيطة تكون 1000 ميل سكند، سخلي هاي مثل ما هي، كنترول سي كنترول في، طبعا ارفع الكود شوي خلي الكود مرتب اهم شيء، نعمل له ونشغل البرنامج ونشوف شو راح يصير عنه. طبعا هذا الكود طبقنا مثله وقت درس الحلقة 4، طبعا اشتغل الاول الثاني الثالث الرابع، بيرجع البرنامج بيكرر نفسه. طيب هلا نحن رح نستخدم الفانكشن. كيف بينكتب الفانكشن؟ الفانكشن بكل بساطة بتنكتب مثل الفويد لوب مثل الفويد سيت اب. يعني اصلا هي الفويد سيت اب فانكشن، الفويد لوب فانكشن، ولكن الفانكشن طبعا لوب وسيت اب هي بلت ان موجودة بالاردوينو. تمام. طيب اما اللي انا بدي اعمله فراح اكتب فويد. طبعا الفانكشن عندنا نوعين، فانكشن بترجع قيمة وفانكشن ما بترجع قيمة. بهذا الدرس رح ناخذ بس الفانكشن اللي ما بترجع قيمة اللي هي الفويد. طبعا طريقة كتابتها نفس طريقة كتابة الفويد لوب والفويد سيت اب. نكتب أول شيء void، بعدين نختار اسم للفانكشن نحن بنختاره. أنا رح أختار اسمي، في مشكلة؟ بس لأثبت لكم إنه نحن ممكن نختار أي اسم نحن بيناسبنا. على سبيل المثال أنا سميت فانكشن اسمه وائل، طبعا بهذا الشكل. داخله مثلا رح أحط الحلقة 4 بهذا الشكل، وبشغل البرنامج وبشوف شو رح يصير عندي. بلاحظ انه ما اشتغل عندي ولا ليد. ليش ما اشتغل ولا ليد؟ لانه بكل بساطه انا ما شغلت الفانكشن. انا صحيح اني كاتبها بس ما شغلتها. كيف بشغلها؟ بروح على الفويد لوب، بكتب وائل، بفتح قوس بسكر قوس وبعمل سيمي كولون بهذا الشكل، بهذا الشكل، شايفين؟ طيب بنشغل البرنامج وبنروح نشوف اشتغل الليد الاول الثاني الثالث الرابع، رجع اشتغل الاول الثاني الثالث الرابع وهكذا. أول فائدة من فوائد الفانكشن إنه بيكون كودي أرتب، يعني أنا لما بدي أقرأ البرنامج طبعاً الأردوينو بتقرأ الفويد سيت اب والفويد لوب فقط. أنا بالفويد لوب لما إجا البرنامج وصل لهذا السطر رقم 12 تمام اللي هو وائل، أنا كأني فعلياً عم بكتب له بهي الطريقة، يعني كأنه فعلياً البرنامج عم بيقرأ الوائل على إنه هيك بهذا الشكل. هاي هي وظيفة الفانكشن الأساسية، يعني إنه يكون كودي مرتب. هي رقم واحد من فوائده. رقم اثنين من الفوائد اللي بتعطينا إياها الفانكشن إنه ممكن يكون الكود اللي عندي دايناميك. كيف دايناميك؟ يعني ممكن مثلا هون أعرف متغير سميه مثلا y على سبيل المثال، وأكتب بدل الخمسة y وشغل البرنامج. طبعا رح يعطيني خطأ هون لأنه أنا لازم الرقم اللي عرفته هون كمان عرفه هون. يعني أنا ما صار عندي، ما حطيت باراميتر هون انتجر واي، طيب الواي شو قيمته؟ ما أعطيته قيمة أنا، لذلك أنا بحاجة إني أعطيه قيمة هون وليكن على سبيل المثال 5، وبضغط ستارت بنشوف الكود اشتغل عندي الأول الثاني الثالث الرابع، بيرجع يشتغل من أول وجديد بدون أي مشكلة. طيب شو فائدة يعني الباراميتر اللي أنا استخدمته؟ إنه بصير عندي أنا قدرة على التغيير، يعني ممكن هون بدال 5 أحط 2، لما حطيت 2 شو صار؟ كأني عم قول له الاي اصغر من 2 تمام، فرح يشتغل بس عندي كم ليد. اذا كنتم مذاكرين منيح رح تعرفوا الاول والاول،
وما اشتغل الثاني. ليش ما اشتغل الثاني؟ لانه بكل بساطه انا عم اقول له اصغر من اثنين، يعني واحد بس رح يشتغل، يعني الاي قيمتها صفر تمام، رح تزيد واحد فرح يعطي واحد، لما بدي يزيد مره ثانيه رح يختل الشرط هذا فما رح يطبق لي الحلقه فور. طيب لو حطيت ثلاثه بهذا الشكل رح يشتغل عندي للدين الاول والثاني. إذن بهي الطريقة عرفنا إنه أيضاً عندي قدرة على إني خلي الفانكشن أكثر دايناميك واستخدم فيها باراميتر. طبعاً ممكن باراميتر واحد، لا ممكن أكثر من باراميتر استخدم. طبعاً المثال هذا صعب إني أحط أكثر من باراميتر لأنه ما صفى شيء أصلاً استخدمه داخل الكود، ولكن اللي بدي أقول لكم إياه إنه نحن ممكن نستخدم فانكشن، نفس الفانكشن نستخدمه مرتين. كيف مرتين؟ يعني بكل بساطة خلينا على سبيل المثال نجيب ليد هون بهذا الشكل ومقاومة بهذا الشكل، طبعا نقوم بتدويره، نجيب ليد ثاني بهذا الشكل ومقاومة ثانية نقوم بتدويره أيضا وخليه هون بهذا الشكل أفضل حتى يكون السالب على السالب والموجب على الموجب. هأخذ المقاومة على الجراوند تمام، أو خلي الجراوند هاد ليش نروح لبعيد طبعا، وهذا رح ناخده على البن 5 وهذا على البن، او خليهم بالعكس هذا خليه 5 تمام، وخلي ليد هاد 6 حتى يكون في ترتيب بالشغل. ونروح على الكود وبستخدم الوائل مرة تانية. هاي فكرة خطرت ببالي كتير حلوة، رح استخدم متغير تاني انتجر هيك على سبيل المثال خليه r، ورح خلي هون الـ i تساوي الـ r، يعني أنا صار فيني أحط القيمة اللي رح ينطلق من عندها البرنامج والقيمة اللي رح ينتهي، عفوا القيمة اللي بتبدأ منها الحلقة 4 والقيمة اللي رح تنتهي عندها الحلقة 4. شو استفدت بهالحركة أنا؟ أنا هون رح مري أول شيء قيمة y، قيمة y 3 تمام؟ رح خليها. القيمة الثانية اللي هي r، الـ r شو رح خليها أنا؟ صفر. هي بالنسبة للدات الموجودين بالأسفل. طيب خلينا نشوف هالحركة أول شيء بالنسبة للداد الموجودين بالأسفل أو بالقسم السفلي من التست بورد، يعني هدول بس العلماء تمام. بنلاحظ إنه عندي اشتغل الأول الثاني بدون أي مشاكل. طيب لو أنا خليت الصفر 2 وهاد 4 شو رح يصير؟ رح كأني عم بقول له الآي تساوي 2 تمام، والواي هون 4 أصغر من 4 بكل بساطة. يعني لما بنشغل شو رح يصير عندي؟ بنلاحظ انه الليد الاول ما رح يشتغل، بلش من وين؟ من عند الثاني والثالث، لانه انا بدات من القيمه 2 مو من القيمه 0. هي نقطه كثير مهمه بتمنى تكونوا ركزتوا عليها. طيب انا رح احط هون 4 0 حتى يشتغلوا الليدات الموجودين بالاسفل. طيب هل ممكن اطبق الفانكشن مره ثانيه؟ طبعا ممكن اطبقها مره ثانيه، بس هالمره شو رح اقول له انا؟ رح اقول له بدي اياك تنطلق من النقطة شو؟ اللي هي طبعا انا هون رح الار، انا الباراميتر الثاني هو الار، فرح اقول له انطلق من النقطة 4 وانتهي عند النقطة 6 تمام؟ بهذا الشكل، وبنسكر وبنشغل البرنامج ونشوف شو حيعطينا. بنلاحظ رح يشتغل الأول، الثاني، الثالث، الرابع، رح ينتقل للفانكشن الثانية، اشتغل هاد، بعدين طفى. طيب خلينا نعطيه مجال اوسع، نقول له مثلا انتهي لي عند السبعة تمام بهذا الشكل، انطلقنا من الاربعة، شغل البرنامج ونروح نشوف شو رح يصير عندنا. اشتغل الاول، الثاني، الثالث، الرابع، بعدين اشتغل هاد، بعدين اشتغل هاد. طبعا ليش عم يشتغلوا بضوء منخفض جدا؟ لان انا بكل بساطة ما معرفهم،
طبعا هلا انتبهنا على هالموضوع. دائما احنا اذا ما عرفنا البن فبياخذ قيمه فلوتنج، يعني بصير بيعطي بين 0 و1 0 1 0 1، فبصير تشتيت بالاردوينو. هلا رح يشتغل عندي الاول، الثاني، الثالث، الرابع، بعدين رح يشتغل عندي الفانكشن الثانيه اللي بتشغل الخامس والسادس. يعني بكل بساطه لو انا عكستهم، لو جبت هاي حطيتها بالبدايه فرح يشتغل عندي الفانكشن هاي، رح يبدا من هون 5 6 حيرجع ينطلق 1 2 3 4. شو الفكره اللي استنتجناها؟ انه انا الفانكشن يلي بعملها ممكن استخدمها اكثر من مره داخل البرنامج. يعني البرنامج بكل بساطه كانه انا، طبعا لما بنقول 7 4 للوائل، كانه انا كاتب هون، ننسخ الكنترول سي، كانه انا كاتب بهذا الشكل، هي الاربعه تمام وهي السبعه. وبالنسبه للفانكشن الثاني اللي هي نفس طبعا الاولى بس الفرق الارقام، كانه انا عم بقول له انطلق من النقطه صفر تمام وانتهي لعند النقطه اربعه. طيب بشكل بسيط برايكم اي ارتب، سطرين بالفويد لوب لهن هدول ولا كل هالكلام يلي تقريبا من 19 ل 33، بينما بسطرين داخل البرنامج اعمل كل هالكلام، بينما اجي عيد كل مره الفور من اول وجديد؟ طبعا لو مسحنا الوائل وشغلنا رح يعطيني نفس النتيجه اللي كنا عم ناخذها من الفانكشن. اشتغل عندي هاد بعدين هاد، وعم يرجع يشتغل البرنامج بالترتيب نفسه من دون اي اختلاف. بتمنى الدرس يكون نال اعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة لدعمنا بنشر المزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.